اليوم ان شاء الله غنصاوبوا غريبه الهيبيه كتصاوب بكوكو. المقادير اللي عندنا الدقيق حسب الخليط، عندنا كوكو 120 غرام ديال الزبده، باكيه تاع الخميره، باكيه تاع لافاني، جوج بيضات، كونفيتور ديال المشمش، وجوج برتقالات محكوكين القشره ديالهم، 120 غرام ديال الزيت، و120 غرام ديال السنيده، واحد القبيسه الملح. نديرو الزبده هي الاولى، نزيدو عليها السنيده المليحه، نزيد الزيت، نخلط مزيان مزيان حتى تولي بحال الكريمه. دابا غادي نزيد البيض، نزيد قصر ديال البرتقال، دابا غندير الدقيق شويه بشويه ونخلطو حتى نوصلو للنتيجه اللي بغينا. دابا عجنتها جمعتها بالدقيق، دخلت لهنايا 555 غرام ديال الدقيق. ندخل الطاوه للفران، درجه الحراره 180 سلسيوس، هي 350 فرنهايت، وغنخلوها حتى تحمر. دابا خرجتها من الفرن، نخليها تتبرد شويه، اللي غنغطسها في الكونفيتير ونفندها في كوكو.
انا مش عارفه كبيره الكونسيستنس ده. عاد هذيك الساعه نشوف واش نزيدو شويه الماء. دابا احنا سخناه، الكونفيتير بعد سخناه ها هو الكونسيستانس ديالو، راه ما زدنا لا ما لا والو، غير صفيناه دوزناه في الصفايه، لا تكون فيه شي طريف ولا شي حاجه. ها هو الا لقيتو فيه الطريفات طحنوه وسخنوه، ولا جاكم قاصح بزاف ماشي بحال هكا زيدوا شويه الماء. دابا نغطسوها في الكونفيتير ونعاودو نفندوها هنايا ونحطوه. غريبة الهيبية ديالنا هي وجدات، وبالصحة والراحة.